الربط مع الجهاز. ففي حال قيامكم بتحميل التطبيق التحليلي لإيفو الثلاثي الأبعاد في جهاز اللوحة الإلكترونية التي تمتلكونها أو هاتفكم الذكي، فلدى فتحكم الجهاز في حال إذا لم يتم ربط جهاز إيفو مع الربط اللاسلكي سوف يتم ظهور تنبيه ذلك على الشاشة الأساسية. يتوجب عليكم مسبقاً القيام بعملية الربط اللاسلكي بين الجهاز والجهاز المحمول. قوموا بالضغط على رمز الربط الموجود على الشاشة العامة للتطبيق. قوموا بالضغط على كتابة أجري المسح التي تظهر على الشاشة. بعد البحث عن التطبيق لفترة من الوقت سترى الأجهزة اللاسلكية. قوموا باختيار جهاز إيفو على هذه الشاشة. ففي حال إذا طلب منكم كود الربط أثناء إجراء عملية الربط اللاسلكي قوموا بإدخال الرقم 1234. سوف تشاهدون كتابة لقد تم الربط على الشاشة الأساسية بعد نجاح عملية الربط. بعد إجراء عملية الربط سوف تشاهدون في الزاوية العلوية اليسرى اسم الجهاز ومؤشرات الشحن والبطارية التابعة لجهازكم ورمز الربط اللاسلكي الذي يظهر لكم إجراء عملية الربط. ففي حال إذا لم يتواجد أي ربط فلن يظهر الرمز وسوف يكون يتواجد إشارة X أو ضرب فوق رمز الربط اللاسلكي. تستطيعون البدء بالمسح مع خيارات المسح المناسبة لعملكم بعد إجراء ربط البلوتوث.